يا مساء الفل وصباح الفل ويومكم زي الفل، يوم جميل وسعيد. ودايما من الستات كل الامنيات الحلوه لمشاهدي الستات على النهار، وصباح الفل على احلى مفيد. يا صباح الفل عليك يا سهير، صباح الفل على كل مشاهدينا. ومره تانية لازم نقول سهير كل سنه وانتي طيبه. سهير امبارح كان عيد ميلادها وكان مجموعه كبيره من الاصدقاء معاها، وكان يوم حلو جدا، فكان يومك حلو بصراحه. شكرا مفيدة واسعدتيني ونورتيني. لا والله كان حلو. وكل يوم شهر 7 كل سنة وانت طيب. كل يوم حاضر، احنا كل يوم على الهواء مباشرة، كل يوم هنقول لسهير كل سنة طيبة. يوم جديد يا رب على الجميع، ويوم جديد على طلبة الثانوية العامة تحديدا. النهاردة بنتمنى يكون أخف وأهدى من اللي فات في مادة اللغة الإنجليزية. قلوبنا معاكم، وصدقونا في الآخر الثانوية العامة مش آخر المطاف، ويعني رفقا بأنفسكم، وعشان كمان كل الأسر بتمتحن معاكم، وإن شاء الله كل أحلامكم وطموحاتكم تتحقق، وإن شاء الله تهونوا على نفسكم. طيب، بمناسبة الثانوية العامة، الغش دايما احنا بنتوقعه من الطلبة، لكن الجديد بقى ان ما طلعش طالب هو اللي بيغش، لا، التعليم اعلنت وزارة التربية والتعليم انها ظبطت تصوير الامتحان الانجليزي للثانوية العامة بالشرقية من حد من المراقبين، يعني الفساد مش عند ضماير الطلبة بس، ولكن المراقبين نفسهم عندهم مشكلة، أكيد مش كلهم، ده يعني في الآخر واحد لا يعمم، ولكن هو بيقول لنا أن منظومة التعليم محتاجة تتنسف ومحتاجة تتعاد من أول وجديد بطريقة تانية بشكل تاني خالص. هو الحقيقة الخبر يعني خلاني أفكر لحظة، ليه؟ يعني ليه مراقب وهو يعتبر مدرس؟ على فكرة هو بإدارة مراقب بإدارة أبو حماد التعليمية بمحافظة الشرقية. ليه مدرس يقرر إن هو يصور الامتحان ويحاول إن هو يسربه؟ يعني مش فاهمة الصلة، هل لأن أنت هتعمل إيه؟ هتاخد فلوس؟ أكيد طبعا. يعني أعتقد ممكن يكون الموضوع ليها من بيبيع الامتحانات ممكن، بس هو ما كانش ذكي. هي الفكرة في ايه؟ ان هو بيبيع الامتحان، بس هو في الامتحان، يعني هو بيبيع الامتحان في الامتحان؟ لا، وهو كمان مصور التصوير الظرف بتاع الاسئلة بتاعته اللي هو مستحيل يكون مع حد غيره. الصورة دي طبعا منتهى الذكاء، من الصور المتسربة اللي وديته برضو في داهية. ليه؟ لان هو لما صور وراه تحت على البتاع اهو موجود الظرف بتاع اللي بيتسلم ليه مراقبي اللجان، فبالتالي اتعرف على طول بالرقم اني لجنه ومين هو، فاتجاب يعني انه تايم يعني ارشد عن نفسه. بس ايه السؤال برضه؟ الذكاء وخلاه يرشد عن نفسه. انت النهارده لما بتقرر ان انت تصور امتحان علشان تغشش او تغشش الطلبه علشان خاطر تكسب فلوس، بس انت في الامتحان، يعني انت دلوقتي حاليا انت في الامتحان، فانت انت وممنوع الموبايلات مع الطلبه. انا مش فاهمه المنظومه عامله ازاي، المنظومه عامله ازاي. انا مش عايزه اتكلم تاني في موضوع التعليم، لكن احنا محتاجين زي ما سؤال تقول، عشان ما حدش يقول ان احنا بننقدكم كل يوم، احنا محتاجين مراجعه، وعايزين نقول لكل ولادنا في الثانويه العامه لسه الطريق طويل. انتوا عندكم لسه يوم السبت في امتحان الكيمياء، وعندهم لسه فاضل خمس ولسه جبر وهندسه، ولسه في تفاضل وفي المواد الادبي كلها في تفاضل وتكامل واحياء، وربنا معاك يا رب يكون اللي جاي الطف واهون. بس بيقولوا ان التليجرام اللي موجود، التطبيق اللي موجود على الموبايل، هو اكتر حاجه بتساعد على الغش، وهم ظبطوا طالب في اداره مصر القديمه بيستخدم التليجرام. تمام، انا عايز اسال سؤال. احنا دلوقتي ما هو يا اما احنا يا تنتن يا اما انتوا بتاخدوا الموبايلات من الطلاب، يا اما انتوا بتسيبوا الطلاب تخش بالموبايل. هو ايه الحقيقه في الموضوع؟ انا النهارده لما اكتشف ان في طالب او في مدرس او في مراقب قرر ان هو يغشش الطلاب عن طريق الموبايل، فده معناه ايه؟ معناه ان الطلاب دي داخلين بالموبايلات بتاعتهم. لو في كلام انا بقوله غلط حد يقولي ان الصح، لكن كل مره بنكتشف ان اكيد هم يعني عمل حيله بحيث ان هم مستحيل في مراقب معايا الموبايل. انت بتتفتش
تسلم موبايلك. انت النهارده عشان تطلع الموبايل وتغش منه وتخش على ابلكيشن تيليجرام وتقرا وتخش وتدور، ده وقت يا جماعه. بالك في طلبه في احياء معينه بتهدد المراقبين، والمراقبين بيخافوا لانه هو بيبقى مغترب او بيبقى ضعيف وسط الطلبه او وسط حي. احنا مش بنتكلم على الحاجات الرئيسيه والمدن الرئيسيه، ولكن موجود في القاهره في اماكن معينه وموجود في الاقاليم. واللي انا عارفاه كمان ان في شرطه وان في امن جوه في اللجان او بره اللجان، فده عذر انا مش هقدر. بصي، في مراقبين بيؤثروا السلامه لان بيبقى عندهم ما بيبقاش منتبه او بيؤثر السلامة، أو المهم ان مفيش دقة في القصة دي. والمهم ايه اللي بيخلينا غش؟ اللي بيخلينا غش ان انا بحفظ، فانا بصور الحاجات، فلما نغير الطريقة نفسها، لما نغير المحتوى نفسه، اكيد اللي هيترتب عليه مش هيبقى ده. ما هو ده مش بس طريقة مترتب على نوعية التعليم اللي احنا بناخده. دي نوعية تعليم، بس احنا عندنا بعد ما نوعية التعليم عندنا اجراءات في لجان الامتحان. انا ما شفت، يعني انا وانا كنت طالبه وبخش لجان الامتحانات وبيقفوا عليا ناس انا ما اعرفهمش. وقت احنا ما كنا موجودين. لا يعني يا جماعه، من ثلاث سنين يعني ما كانتش الدنيا عامله كده. لا يعني انا وزاره ما كانش في موبايلات، يعني في ده وقت احنا ما كنا بنعمل ثانويه عامه، ما كانش عندنا موبايلات. احنا في الزمن بتاع ما قبل الموبايل. طب ماشي، احنا وفي قانون بيقول ممنوع دخول الموبايلات، ايه اللي بيدخل الموبايلات للجان؟ تحايل بأي مكان السبب، المهم النتيجة. ليه حصل ده؟ حصل ده عشان محتوى التعليم اللي احنا بنتعلمه واللي الطلبة بيتعلموه محتاج يتغير تماما. محتاج اكيد احنا عندنا خبراء فاهمين واكابر في موضوع التعليم، او نجيب حاجات من بره ونطبقها. يعني نشوف الدول اللي تقدمت في التعليم عملوا ايه ونجيب ده ونطبقه. لكن طول ما احنا بنعتمد على الحفظ وعدم الفهم، فبنخرج عقليه غير ناقده وما عندهاش تحليل وما عندهاش منطق ومتعصبه وبتحفظ وتكتب، لكن هي ما عندهاش اي معارف ولا اي معلومات حقيقيه. انا احبط. لا، ما هو ان شاء الله يحصل تغيير. ما هم بيتكلموا ان هم هيغيروا على الاقل طريقه. كم وزير تربيه التعليم اتغير في السنين اللي فاتت دي؟ في السنين دي كلها، في سنين حياتنا. معلش، ما هو يعني مش مهم كم وزير تعليم جه واعد انه هيغير السيستم وما تغيرش السيستم. هو مين اقوى، وزير التعليم ولا الناس اللي تحته، الناس اللي ماسكين الوزاره، الناس الوكلاء، الناس دي؟ انا شايفه ان احنا نقيل كل هؤلاء الوكلاء ونفضي المبنى ونشتغل من اول مصحف. انا لو انا وزير تربيه وتعليم انا هقيل كل الوكلاء، اقول لهم انتوا قدمتوا خدمه رائعه لجمهوريه مصر العربيه. ما احنا عشان على مدار ال 100 سنه اللي فاتت التعميم. نشكركم شكرا جزيلا. ما هم مش برضو العيب مش في الوكلاء. لا، انت لما بتحطي منظومه صح في قانون مظبوط. بصي، انا لو حطيت ام الناس هتلتزم. انا لو جبت منظومه وحطيتها في النص من تحت، طول ما تحت هو اللي مسيطر، هو اللي ماسك قوانين. انا بغيره. ما انا لو انا بغيره، ازاي اقول له شكرا؟ والله واديهم مكافاه. بصي، انا عايزه اقول لك على حاجه. والله مكتر الف. لا لا لا، لما ابتدي افكر اعمل وزاره الكترونيه تعليميه. هم بيعملوا بيحاولوا يعملوا كده. انا النهارده لما بخش في كل حاجه يعني الناس اللي تحت جدا هم اللي عارفين قانون. عشان تحولي من مدرسه لمدرسه لازم تجيبي كذا ولازم تروحي كذا ولازم اداره التعليم كذا. اقسم بالله ان ما في حد فوق يقدر يجاوب على اسئله احول ازاي وايه الورق المطلوب غير الناس اللي بقى لهم 100 سنه في الوزاره. اذا الناس دي هي قادره قدره كبيره جدا على ان احنا مش عارفين نعمل ايه. احنا الديمقراطيه اللي المفروض برضو محتاجه آلية تانية عشان البيروقراطية دي ما تبقاش موجودة، وعشان سبوبة الغش دي ما تبقاش موجودة، عشان سبوبة الامتحانات الدروس الخصوصية ما تبقاش موجودة. كل الحاجات دي جذر، لازم دي أعراض لمرض، لازم المرض ده يتحل الأول وبعدين نتكلم في القصص دي. لأن المصري مثلا لما هنا المصريين ممكن ما يحترمش إشارة المرور، بس هو بره عارف انه هيتحاسب يحترم إشارة المرور. ليه؟ فإحنا بقى نشوف ليه، ندور على ليه، وإن شاء الله اللي جاي أحسن بإذن الله.